السلام الله عليكم جميعا، ومرحبا بكم في موضوع جديد يتعلق بمنتجات خلية النحل. منتجات خلية النحل لها فوائد عديدة، فهي مضادة للتعفنات، إذ تعتبر مضاد حيوي فعال جدا، كما أن لديها خصائص مضادة للأكسدة، وتعمل كذلك على زيادة نشاط الجسم وحيويته. تعتبر منتجات النحل صيدلية كاملة ومتكاملة، يجب أن تصاحبنا طيلة مراحل حياتنا، خاصة في الفصول الباردة الخريف والشتاء، حيث تقوم هذه المنتجات بحمايتنا من العديد من الأمراض والاضطرابات. أول منتوج سنتكلم عنه هو مادة العسل. فالعسل هو مادة معقدة جدا، إنتاجه يتطلب المرور بعدة مراحل، وتتدخل عوامل كثيرة في تركيبته النهائية. من بين هذه العوامل نذكر طبيعة ونوعية النباتات التي قام النحل بزيارتها، طبيعة التربة التي نمت عليها هذه النباتات، الأحوال الجوية أثناء تدفق العسل، سلالة النحل، والحالة الصحية والفيزيولوجية لمستعمرة النحل. فإلى جانب صفات الطاقية والحيوية للعسل خصائص علاجية كثيرة نذكر منها: مع ازدياد انتشار مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية، يزداد تقدير العسل بسبب أنشطته المقاومة للجراثيم، كما يزيد من مناعة الجسم ضد الأجسام الممرضة. يساعد العسل على التئام الجروح، وذلك من خلال استعماله كضمادات للجروح والحروق. تواجد الحديد والكوبالت يزيد من تنشيطه لتكوين الدم، فهو يعتبر مضاد لفقر الدم. يقوم بالقضاء على بعض أنواع الفطريات ويزيل السموم. يعتبر فاتح للشهية، حيث أن الأحماض الموجودة في العسل تؤثر بشكل إيجابي على عملية الهضم. للعسل خصائص مضادة للسعال، فهو يعتبر ملين ومطهر للمسالك التنفسية، يسهل البلغم ويخفف من التهاب الحلق. يساعد على النوم، فخصائص العسل المهدئة يدين بها أساسا لنوع النباتات التي استخلص منها. Thank you.
رائد منتجات النحل يستحسن أن يتوفر كل بيت على خلطة مكونة من العسل زائد حبوب اللقاح زائد البروبوليس وكذلك غذاء الملكات، فهذه الخلطة السحرية لا غنى عنها ضمن صيدليات أي منزل.